الميلو. فلنذهب الى الميلو. يلا ماذا تنتظرون؟ هنالك اشخاص نزلوا الى منطقه ماذا قلت؟ حول اننا نسقط من الطائره. يا الهي انتبه الى جناحاتك. اننا نسقط من الطائره. نحن ذاهبين لمنطقة الميل لكي نحصل على بضع من الزخيرة والأسلحة والقنابل. هذه يسموها بيروت. لغة عربية فصحى. يا إلهي. فلنذهب إلى البيوت لكي نلوث اللوتي. لكي نأخذ اللوتي. لكي نأخذ الذخيرة. الذخيرة والأسلحة. لدي السلاح الشديان. نعم وانا اخذت سلاح لقد سرقته مني. يا لقد سرقته مني. لقد رايتك كيف كنت تسرقه. يا وال لقد سرقت مني الاي كي. نعم لا ما سرقت الاي كي. لا فان الاي كي لانه سلاح جميل. جميل جدا. يدمج وله تأثيرات النواة. لا لا ليس يدمج. يدمج لغة. هل هناك عدو؟ يا إلهي ستوري. لقد قتلت واحدا من العدو. يا إلهي. نعم ولكن أين أصدقائه؟ أصدقائهم يذهبون يشربون الزيت بالزيتون والنعناع بالنعنوع. ماذا أقول؟ نعم إنها المخدرات. نعم إنها المخدرات. إنهم في استراحة محارب. نعم يفعلون يستريحون. يشربون الخمر والزنجبيل. هنالك عدو. الزنجبيل. نقتلهم سكارى. تعال يا أخاي خذ طلق الشوتجن. شكرا يا صديقي. لا شكرا. هنالك عدو في الجبل. فلتذهب معي ونشغل الكريستيانو. الكريستيانو فلنفعل هذه الخاصية التي تعطينا السرعة الرهيبة. إنه أسرع. أين هو؟ إنه هنا. لقد جبته طلقة رأس. يا إلهي إنها طلقة رأس. يا للروعة. أوه أصدقائي لقد حصلت على قناص. من يريد الـ MP السلاح المعروف بالرشاش من القرب MP40؟ إنه موجود في هذه الصندوق. تعال وخذه يا صديقي. هل تذهب وتأخذه أيها الأحمق؟ لماذا لا تأخذون يا أصدقائي؟ لا أحد يريد. أوكي. هنا قناصة. هنالك قناصة. هنالك قناصة. حلو فات في الجو. إنها مقودات علي. إنه يأخذ على الجو. نعم إنه يأخذ رائحته. بدأ يشعر بالارتياح. يا إلهي ما هذا. أوه ماي جاد. واو. ماذا نفعل أصدقائي؟ لقد حصلت على القرن. هيا بنا لنذهب إلى قريش فإنها فوق الجبل. لا إن قريش في وسط الخريطة. فلنذهب إلى قريش ولنقتل كل الكفار. يا إلهي يا إلهي. يا إلهي. هيا بنا إلى الجهاد يا أصدقاء فلنذهب. سوف يا ستوري تعال إلى هنا. أريد أن أكلمك يا صديقي. أيها الأحمق اسمي ابن عباد. آسف يا ابن عباد. يا ابن عباد هل سوف تذهب إلى الجهاد بهذه اللبسي؟ بهذه الملابس؟ أنت تعرف أنها حرب ولم يكن عندي وقت لألبس. نعم. كلامك مقنع. إنها الحرب لا يوجد الوقت لللباس. إنه لباس للتوهيم. لا يا صديقي فقط كنت في متمددا على الأرض تحت الزيتونة أتظلل بظلها وأتشمس بشمسها. واو. يا إلهي نحن لها أصدقائي الأعزاء. طبول الحرب تدق ف
فلم يكن عندي الوقت لكي ألبس البنطال الزهري. تعال يا صديقي لقد سوف أعطيك. تعال إلى هنا، تعال إلى هنا، تعالوا تعالوا أصدقائي، لقد حصلت على شيء جميل جدا. تعالوا إلى هنا أصدقائي سوف أريكم. تعال 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 وشوف الفضول، انظر انظر لهذه هذه هذه شيء ماذا يفعل عندما تضغط عليه وتفتحه. انظر السحر ماذا سوف يصير. اذهب واضغط عليها يا صديقي، لعله عمل من عمل النساء اللواتي يسحرن رجالهن. لا عليك، انظر 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 كيف سوف تختفي يا صديقي. اقرأ القرآن قبل ان تلمسه يا صديقي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه صديقي هنالك، لقد راينا شخصا من كان موجودا على الكاشف. واو ما هذا؟ الكاشف لم يكن موجودا في وقت الجاهلية، فهذا يسموه طير الأبابيل. الله أكبر، ما هذا ما هذا ما هذا يا صديقي يا صديقي؟ أنت متطور جدا يا صديقي. نعم يا صديقي، فلدي يا صديقي لدي السلاح السهم. انتظر انتظر، هنالك عدو في مكان انها موجودة في الـ في الـ ماذا تقال هذه هذيك البرج. انه موجود في البرج يا صديقي، في البرج. سوف اضربه طلقة الرأس بإذن الله تعالى، سوف اضربه طلقة الرأس اصدقائي. انظروا انظروا ماذا سوف افعل. انظروا، اريد واحد منكم ان يذهب اليه الى البرج بليز. فتقتل هذا العين، فانا ذاهب يا صديقي. اذهب اليه ولا تخاف، لقد تم دمجه صديقي. لقد طلقت رأسة طلقة رأسة. هل قتلت؟ لا قتلت، لقد قتلته يا صديقي. يا صديقي لا تفنشه، لا تفنشه. لماذا فنشته يا صديقي؟ لماذا؟ لا أشياء جميلة. أوه ما أوه لا يا عفو يا إلهي. أوه لديه السنايبر، لديه السنايبر، لديه السنايبر. يا إلهي سنايبر، بل إنها القناصة أيها الأحمق. يا سب لا 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 وقف وقف وقف، استراحة. شو اسم هذا القوس؟ القوس القوس، نقول القوس. إنه القوس، إنه القوس. نعم والسنايبر إنه القناصة التي تسبب ضررا للعدو، ضررا لا يوصف، ضررا مرعب مرعب. 40 دمج. يا إلهي يا إلهي، إنها إنه الأسلحة الجديدة في عصر جديد، يجب علينا أن نأخذ الحذر. يا صديقي هل يوجد لك جدار الجلو؟ فأنا تعال يا صديقي سوف أعطيك الجلو لكي تبرد أعصابك. تفضل يا صديقي. شكرا يا صديقي شكرا. فلنأخذ استراحة محارب يا صديقي، لأنني يلا أرهقت وأنني أيضا أرهقت معك. هنالك أعدائي بكل الجهات، فلنأخذ قسطا من الراحة ولنأخذ قسطا من الراحة. اشرب شفة من المتة. وها أنا لقد أعددت كوبا من الشاي الأحمر، فقد كان لونه قبلا أبيض، ولكنه أضفنا له الخلطة السحرية فتحول إلى أحمر. أنا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. يا إلهي ما هذا؟ وقدرنا نطلق عليه اسم الشاي. يا إلهي هل أنت أحد الأطباء الذي إن يوسف يقول يا للروعة يا للروعة. إنه لا يصدقني هذا. إنه صغير، إنه صغير لا يصدق، إنه من الجهلاء لا يصدق هذه الأشياء. فلنذهب يا صديقي، ما رأيك أن نمسك يدي بعضنا ونمشي مع بعضنا؟ تعال تعال إلى هنا صديقي. أصبر أصبر، يلا يلا امشي. لا امشي، لا لا هيك، انظر إلي، أفعل هكذا 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 هكذا، أحسنت. إنني أحس بإطمأنينية، إنني أحس بإطمأنينية. وأنا وضعت قبل قليل
كريم الهبي الجبز. طمأنينة يا طمأنينة. إلى يدي إن يديك متسخة يا صديقي وخشنة، لماذا كل هذه؟ أصبر يا صديقي، سوف أقول لك، سوف أقول لك يا صديقي. لقد كنت أفعل الأشياء ماذا تقال المخل بالإداب. يا الله يا الله يا صديقي، أصبر دقيقة، لقد أفصلت الكاميرا من البث المباشر. إنهم يطلبون النجدة، هنالك عدو. هنالك عدو، فلنذهب يا غلام، فلنذهب ونراهم ماذا نحن نستطيع أن نفعل. إنهم يطلبون النجدة يا صديقي. فلنذهب يا صديقي، فلنذهب ونريهم ما نحن ما سوف نريهم من هما جيش أبو الليل. سوف نقتلهم كقتل كيفما قتل الزير كليب. قتل الزير. صديقي يا صديقي، أعتقد أنني على اعتقاد هنالك عدو خلفنا. تمام. فلترجعوا أيها الجنود. يا جنود يا باتمان ويا أحمد، فنحن في حالة حرب ويجب حالة علينا الحرب. وقت الحذر. نعم كلامك مقنع 100%. يا إلهي، ما هذا؟ من أين أتيت بهذه الكلام؟ هل يا ترى أنت شخص تقرأ الكتب المعروفة بالصينية والشو؟ نعم يا صديقي، فلقد قضيت طفولتي على سبيس تون والام بي سي 3. يا إلهي، ما هذا؟ عجبني هذه الثقافة اللعينة. فلتذهب معي ونريهم الثقافة الجديدة، ثقافة العصر الجديد والإمبراطورية الجديدة. إنني من جيل ريمي وعهد الأصدقاء وصاحب الظل الطويل، هل تذكره يا صديقي؟ هل تقصد بل أوكي، هنالك عدو، يجب علينا التركيز صديقي العزيز. نعم، إن أصدقائنا يتعرضون للضرر. يتعرضون للضرر بكل جوانب وبكل هنالك ما يسمينه بالجلو. إنه الجلو. لقد دمجت واحد ولم يبقى من الأعداء. هنالك أحد جاي من الزوني. هناك شخص جاي من الزون يا أصدقائي. لقد تم قتله أعزائي. لقد كانت الحرب قوية. فلم يكن هناك زون، بل يسمونها منطقة الخطر. نعم. شكرا لك لمساعدتك في تصليح الأمور الحربية. نعم. نعم يا صديقي، فأنا مستشارك الحربي. نعم يا صديقي، إنني إن هذا فخر لي يا صديقي أن تكون مستشاري في الحرب العصر الحجرية. نعم. نعم يا صديقي، في ذهاباتك ماذا تفعل؟ هل تضرب بالسلاح المعروف بالدراجونوت؟ يا إلهي، أنا أضرب فيها على ثلج، ولكن لا يوجد ولا حدا وراء هذه الثلج اللعينة. نعم يا صديقي، نعم، لقد كنت أنظر إليك كيف كنت أضرب. كنت تضرب ضربة واو، ضربة واو، ضربة لا يسموها واو، كنت تضرب ضربة روعة مذهلة. ياو واو. صديقي العزيز يا صديقي، هنالك عربات يا صديقي، عربة. لقد فنشت تحت واحد النكن. لقد نوقته. صديقك أيوه الزنجي. أيها الموزة، ساعد صديقك أيها الموزة. تعال صديقي تعال، هنالك أعداء بكل جهات يا صديقي. واحد نوك أصدقائي. لقد أفنشت شخص. يا ساتوريون، تمت الإطاحة بي يا صديقي. يا صديقي انظر إلي، سوف أخذ بالثأر كليب. أنا يا ثأراتي كليب. نعم، ألا
أنا لا أصدقك يا صديقي، فسوف انظر إلي، سوف أحاول أن أخذ بالتار، سوف أخذ بالتار يا صديقي، لا عليك، انظر إلي يا صديقي. أنا لا أريد محاولة، أنا أريد الأخذ بالتار. سوف أخذ بالتار. سوف ترى، يجب عليك أن ترى على رواق. لقد أعطيتك إشارة الإبهام الذي يطلع يا أصدقائي. صديقي أعتقد أنه في هذه الجهة، أنه متخبئ. هذا الذي قتلني فلا ليس. ترحموه سو لا لقد قتلنا الذي قتلك و يا إلهي يا إلهي تمت ربح الحرب وقد فزنا، انتصرنا يا صديقي، لقد انتصرنا. فلنشرب الخمر إلى الصباح ولنأتي بالنساء لكي نرقص. خلاص 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 بس خلاص يا زلمة اسكت خلاص بلاش تحبس. انتهت الحلقة. نعم انتهت الحلقة يا الله.